التضخم السنوي في مصر يرتفع لأعلى مستوياته في يناير منذ ديسمبر 2017، فما هي أهم الأسباب وراء ذلك؟ نتعرف على كل التفاصيل في هذا العرض. إذن في البداية نشير إلى أن التضخم السنوي في مصر ارتفع بأكثر من أو إلى أكثر من 25% في يناير 2023 على أساس سنوي. في يناير 2022 كان التضخم السنوي يبلغ 21%. طبعا من أهم الأسباب وراء ذلك هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأيضا انخفاض قيمة الجنيه المصري. بالنسبة للتضخم الشهري في مصر فنلاحظ أنه أيضا ارتفع بنسبة 4.9% في شهر يناير مقارنة مع شهر ديسمبر. إذا بالنسبة لأهم الأسباب وراء اليوم ارتفاع التضخم في مصر هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية. أسعار الخبز والحبوب ارتفعت بأكثر من 6% في شهر يناير، إضافة إلى ارتفاع طبعا أسعار السلع والخدمات الأخرى، وإلى جانب انخفاض الجنيه المصري الذي انخفض بحوالي 22% مقابل الدولار في شهر يناير 2023. إذا نظرنا في أداء الجنيه المصري، نشير في البداية إلى أن البنك المركزي المصري العام الماضي أعلن عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري. إذا نظرنا أنه منذ عام الجنيه المصري تكبد خسائر بنسبة 49% مقابل الدولار، ومنذ بداية العام الحالي أيضا نلاحظ أنه فقد 18% من قيمته. وطبعا هذا أدى إلى ارتفاع أسعار السلع في مصر بشكل قياسي. إذا نظرنا في أسعار الغذاء في يناير الماضي نلاحظ أنها ارتفعت على أساس شهري بحوالي 10% وعلى أساس سنوي بحوالي 48%. أخيرا بالنسبة لإجراءات المركزي المصري المرتقبة، نشير إلى أنه في اجتماعه في شهر يناير كان المركزي المصري قد ثبت معدلات الفائدة، أبقاها عند حوالي 8% وعكس من توقعات المحللين التي كانت تمهد لتعويم ثالث للجنيه المصري في أقل من عام. ولكن اليوم مع استمرار الدول الكبرى حتى في تسجيل معدلات مرتفعة وأيضا استمرار البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة، من المرتقب أيضا أن يعود البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة في اجتماعه في شهر مارس. وأخيرا نشير طبعا إلى أن المركزي المصري يستهدف خفض التضخم إلى 7% في الربع الرابع من العام 2024. إذن هذه كانت أهم التفاصيل بالنسبة للأرقام المسجلة لمعدل التضخم السنوي في مصر.